ننزل الشارع دلوقتي نشوف الناس ايه تفكيرهم ورؤيتهم للاوفر ثينكينج، هم فاهمين القصه ولا ايه؟ بفكر في المستقبل عشان اعرف هعمل ايه بكره. في ناس بتسيبها كده وبتبقى احسن من اني افكر، لكن انا بحب افكر طبعا وارتب. لا هو انا اصلا ورست كيس سيناريو، يعني دايما بفكر في ايه الورست كيس سيناريو، فبناء على كده بنشتغل يعني. لا دلوقتي سيبها تمشي زي ما هي تمشي. بص، هو طبيعه التفكير ده، انت بتبقى شايل هم بكره هتعمل ايه، هتسوي ايه الكلام ده، تمام. بس هتيجي تحسبها يعني لما بتزيد معايا الموضوع بزياده، يعني الصلاه ان انت تصلي وتسيبها على ربنا. يعني ساعات برضو مذاكرة، الدنيا هتعمل ايه قدام، انت هتبقى ايه، الحاجات دي بتشغل التفكير. يعني هو طبيعي اي انسان لازم يفكر في حياته، ولكن الافراط، مش عايزين نتكلم برضو في حتة ايه اللي هو نفكر سلبي على طول. يعني البني ادم اللي هو دايما بيفكر بطريقة سوداوية شوية وهنموت وهيحصل لنا وهيجرالنا والكلام ده اكتر واحد بيتعب. لا من النوع اللي انا بفكر بكتير جدا ومخي دايما شغال، ده تعبني جدا طبعا، بيسبب لي تعب كتير قوي في حياتي. بفكر في حياتي، يعني بفكر حياتي الجايه، بفكر ازاي ان انا اعدي المراحل اللي فاتت. بسيبها ماشيه، بس ساعات بقعد افكر برضو، وهي عامه ما بتمشيش حسب ما انت بتفكر. انت بتفكر مثلا، بتقعد تحسب لها كذا وكذا وكذا، وفي الاخر انت ممكن تلاقي خدت سكه تانية غير اللي انت كنت حاسب لها اصلا. المستقبل ايه، بكره ايه، بعد بكره ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيتم، هو ده اللي احنا كلنا او الشعب المصري نصه بيفكر كده دايما. حتى بيسبب لي ارق، بيسبب لي صداع، بيسبب لي ان انا دايما توتر. ما انت مثلا التزامات بكره هتعمل ايه، بكره هسوي ايه، ده اكتر حاجه يعني بتشيل دماغ في التفكير. وفي تفكير ايجابي وفي تركيب سلبي، يعني بس التفكير السلبي اللي انت تفكر في اللي فات، تفكر في الخطا اللي انت عملتها، حاول تنسى ده وتفكر في اللي جاي. يعني ان انت هتوصل لايه، انت مش عارف هتوصل لايه بالظروف اللي انت فيها دي، مش عارف بكره في ايه. بيسبب ارق، ما بتعرفش تنام كتير، عدد ساعات نوم عندي فعلا قليله. يعني اعتقد لو هو فضل يفكر بالطريقه السلبيه اللي احنا بنتكلم عليها دي، ممكن لا قدر الله وما لحقناهوش وكلمنا معاه ممكن ينتحر.